السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كذلك أيها الأحباب الكرام، من الأمور التي ربما قد يتساءل عنها الكثير من الناس وهو خلع الضرس. خلع الضرس، بعض الناس عندهم أمراض في الأسنان ديالهم كيمشيو عند دونتيست طبيب الأسنان، الأفضل أننا نمشيو عنده بعد الإفطار. بعد الإفطار ديك الساعة اللي كنستعملوا الدواء المناسب، يعني الإنسان اللي مريض وكيستعمل شي أدوية يبقى يستعملها، لكن عوض أن يستعملها بالنهار يحول إلى الليل. إلا قال لي الطبيب عندك 3 حبات في الفطور في الغداء في العشاء، وغادي يحولها، غيدير عند أذان المغرب، وغيدير بعد 3 تراويح، والأخرى غيديرها عند السحور. أما إلا كان غيمشي عند الطبيب ديال الأسنان صعيب، والآن مع الحظر الصحي غير ممكن الإنسان يخرج. فخلع الضرس عموما إلى صبر الإنسان كان أفضل. إلا كان مضطر فكيمشي يدير الإسوان عند الطبيب يدير العلاجات الضرورية، وليحرص على أن لا يبتلع شيئا في جوفه، لا يبتلع شيئا في جوفه. فإذا ابتلع شيئا في جوفه وكان مضطر لا حيلة له، هنا ما عليه إثم، صيامه صحيح للقاعدة العامة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد لا إثم عليه. وبعض العلماء يقول لك راه غير الإثم اللي مرفوع، أما الجزاء فهو واجب عليه أن يقضي، لأن الإثم مرتبط بالإثم الأخروي، أما الجزاء الدنيوي فهو في ذمته. فالإنسان يحرص على أنه إذا مشى عند طبيب ديال الأسنان لا يبتلع الماء أو الدواء في ريقه ويدخل إلى جوفه، وبإذن الله لا شيء عليه، لكن لا يدب إلا عند الضرورة القصوى. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.